عندهم هاد اللاعبين، وعندهم لاعبين، عندهم مليكا، عندهم بودينا، يعني عندهم لاعبين تاع خبره، عندهم لاعبين. ولكن دور مشروع لاعب مشروع خليفه سوداني، خليفه سوداني ويتالق يعني. لكن اليوم انا بالنسبه لي انا كنت في المباراه كريم، رجل المباراه هو اللاعب جاهل، يعني اللي جاب ضربه الجزاء، دار التمريره تاع الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث. لاعب اللي صاله وجال اليوم لاعب جاهل للمهاجم. لكن قبل ما نهضروا على المباراه، انه نشكروا اللاعبين يعني سواء تاع وداد تلمسان او جمعيه شلف. اليوم شفنا مباراه كبيره، شفنا ريتم كبير، شفنا يعني كل الاشياء اللي تقول باللي هذا الفرق اللي راهم في المرتبه الاولى ومرتبه ثانيه. نقول باللي جمعيه شلف اليوم راهو بطل الشتوي، ونظن على الاحصائيات يعني معظم الاحصائيات انه اللي يكون بطل شتوي هو اللي راح ممكن يكون الاحصائيات سنجدها مع ليلى بفرحات بعد لحظات. ولكن سي بهلول لو نقول له رجل المباراه اللي فرحوا الدنيا يقول لي الحكم بوكواس، هذا اللي يفرحك اكثر. اليوم نتمنى يعني الحكام يعني مقابله كما هذه ويكون في المستوى هذه تحت الضغط هذا، نتمنى ان يكون الحكام يمشيوا يكونوا مستقرين في ساعات يعمل لك مقابله كما هكا، ساعات ربما مقابله سهله تلقاه يخرج من والضغط قاعد يطيح على من؟ لا سي عمار، انا نقول لك باللي هذا الحكم انا اليوم اللي ابهرني من الناحيه البدنيه كيفاش يجري في المباراه، وحتى صراحه ممكن عنده اشياء ما كاش في الحكام الاخرين، هو الجراه والاتخاذ القرار الشخصية. كان عنده يعني قرارات خذاهم في المباراه كان يعني بامتياز نظن حكم، خاصه في ثلاث ضربات جزاء. ثلاث ضربات جزاء المترف يقول لك في ثلاثه لا نقاش فيهم. لا نقاش فيهم يعني في ثلاثه، حتى ضربة جماعة شلف لعب الكره صراحه، لعب الكره فيها لعب الكره تما يعني هذه حاجه مليحه تشرف يعني الكره الجزائريه، وخلي ان في هذه الايام الاخيره يعني كثره الاخطاء ويعني يفسد العمل تاع المدرب، يفسد. كي تكون كريم، كي تكون مباراه جميله كما اليوم بين فريقين اللي شفنا عده خطط من صرف المدربين، اليوم الحكم زاد ساهم في يعني في هذه الفرجه، مباراه كبيره ساهم في هذه الفرجه. انت تعتقد ما عندناش حكام؟ والله عندنا يعني حكام كي يحبوا يديروا مقابلات والله يديروها لك كما يحبوا هما. لكن انت من قبيله طرحت لي واحد السؤال، في بعض الاحيان يعمل لك مقابلات ولكن لما تنتظر في مباراه يخيبك. سؤال مطروح هذا هو اللغز. سؤال مطروح، انت حكم تتقن جيدا المقابله وتعرف كيف تسير المقابله بكل شتى القوانين، لكن احيانا يخرج لك من المقابله. هذا السؤال المطروح، لماذا ما تكونش مستقر لانك تدير في مقابله احترافيه الجمهور كامل يشوف فيك، ولماذا تكون يوم ما تكون انت سبب تاع ربما لا 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 لا. بعض الحكام قالوا لي عندنا ضغط رهيب علينا، بعض الحكام اللي كان عندهم ضغط رهيب يكونوا يتمتعوا بالشخصيه الكامله ويديروا كما يديروا المقابله اللي دارها بكواس. وهذا الحكم عنده شخصيه كبيره يعني في المباريات اللي يديرهم كريم، انه كي ياخذ القرارات ما يتراجعش. واليوم انا نقول لك اليوم دار مباراه ممتازه، والفط ما عندهاش المسؤوليه في هذا. المسؤول الاول عن الحكام هم الفاف، هي الفاف طبعا طبعا الفاف طبعا اللجنه المركزيه تاع الحكام هي تبع الفاف. طبعا انا ما نخذلكش خلاص وهذا مني حتى رئيس الفيدرالية يعلم جيدا ان لا اخوض في قضيه التحكيم ابدا، ما دام ان رئيس الفيدرالية هو على عاتق التحكيم طبعا انا لابد احترم ذلك حتى ولو يكون شيء ما، هذا ما نخليه لنفسي. سي عمار كان يتكلم انه ماهوش راضي على الحكام في المرحله الذهبيه. أنا رئيس الاتحاد، انا نقول رئيس الاتحاد قال انا مشني راضي. مش راضي. انا اقول مشني راضي 1000 مره. وراح تكون عقوبات قال لك صارمه في مرحله العوده. هو عاطي ثقه، لكن في نفس الوقت راهو يتابع باهتمام وعابر واش راح يدير. نتمنى برك نعودوا الى توصيات تاع سامبوزيوم، وين راح نوصلوا التنظيم الحقيقي تاع المنظومه تاع التحكيم، وربما راح نجيو لها باش من نتفاداو كل ربما الغلطات هذه تكون يومها. نقول نجم كل سعيدين بنشوفوا اخطاء يعني هذه اللي اخطاء تكون، ولكن نريد اقل وبدون تاثير. هذا ما نريده فقط، الحوار شيق في هذا البلاط، ولكن حتى نسير الحصه اكثر ولا نعاني في نهايه البرنامج من ضيق الوقت، نذهب لنشاهد صور مولوديه العلمه امام شبيبه بجابي تعليق زميلنا محمد صالح بوساكر. مولودية العلمة
الضغط على حامل الكره ممتازه ثم تسديده ممتازه والهدف الاول ممتازه. ضغط رهيب على حامل الكره من جانب فريق شبيبة بجاية وشوشي اسماعيل يتمكن من تسديده قويه من مباغته الحارس بوستر حمزه بتسديده كما نشاهد. ضغط على حامل الكره ضغط على الدوسن استرجع الكره سدد بقوه في مدينه العلمة يدخل داخل منطقه العمليه تحت كره ممتازه تسويبه تسديده والهدف له بالفعل وهدف التعادل بالفعل هدف التعادل لمولوديه العلمة بتشديده قويه من خارج منطقه العمليات يتمكن دوسن الياس من تعديل النتيجه في الدقيقه 16 بعد خطا في المراقبه من دفاع شبيبه بجايه كبيره للدفاع لم يتمكن منها الحارس علوي نفع. ممتاز يعني الجمله التمريره كانت من فريق السهل بزاز يرفع كورته في القائم الثاني المتابعه الراسيه والهدف الثاني راسيه في القائم الثاني ويتمكن فريق المولوديه عن طريق كواس عبد الرحيم من إضافة الهدف الثاني المدافع الأيمن للمولودية في المتابعة في القائم الثاني بدقة متناهية من اللاعب بزاز صاحب الخبرة والتجربة يتمكن من وضع الكرة على رأس اللاعب كواس وبقوة يتمكن من مباغة علوي نافع ويوقع الهدف الثاني. هاي التمريرة هاي التوزيعة بدقة متناهية المتابعة الجيدة من كواس عبد الرحيم والهدف الثاني لمولودية العلمة والامل يعود لانصار فريق المولوديه لانتزاع النقاط 3 في اخر جوله من مرحله الذهاب. نعم قلت لك ان الحل الوحيد الموجود على مولوديه العلمة وهي كره تمد على ما كانوا يهمهم الاداء اكثر ما يهمهم خواص ابن ولد فايت هكذا وخريج مدرسه رائد القبه اسم اخر واعد. لاعب يعني مميز جدا يعني وين لعب معك القبه؟ لعب معي لعب شاب يعني ولاعب يمتاز بمهارات كبيره يعني كمدافع يعني عنده قاع الصفات يعني باش ان شاء الله يتالق اكثر واكثر. طبعا سنتحدث بعد لحظات عن مختلف النوادي لما نقيم مرحله الذهاب ونذهب الان مباشره الى فريقك شبيبة سكيكدة الذي عاد بنقطه التعادل امام اتحاد الحرش. المواجهه كانت صداما بين خصمين مباشرين. شبيبة سكيكدة الضيف الباحث عن التدارك بعد الهزيمة الأخيرة في ميدانه أما الاتحاد الباحث عن فوز ينهي به مرحلة الذهاب التي أنهاها في وضعية لا تليق بمقامه. للأمانة الاتحاد لا زال يحتفظ بشيء من سحره القديم وبمتعته الكروية. مدان أدى مباراة كبيرة وضيع مثل سليم بومشرى وبقية الزملاء الكثير من الفرص. الشوط الأول انقضى سلبيا مثله مثل نتيجة المباراة وهذه الفرصة كانت سارحة لولا تألق الحارس قاسم الذي أنقذ سكيكدية في الكثير من الفرص. في الشوط الثاني بنشوية ضبط أموره جيدا وركن إلى الدفاع وهو ما صعب الكثير على الحراشية بأنصارهم الذين كانوا رائعين جدا في هذه المباراة ويستحقون نتائج أفضل. حميدي الظهير الأيمن للاتحاد يستحق المتابعة. البديل عواد كرته الثابتة مرت جانبية لتنتهي المباراة بتعادل جديد للاتحاد هو التاسع له في مرحلة الذهاب. كان لازم علينا اليوم أقل شيء نعود نرجع بنتيجة التعادل واش نقول لك باللي اليوم كان ضغط كبير على اللاعبين تاعنا كان لو كونكيرون ديريكت ما يخفالكش باللي ما راناش بعاد على فريق الحراش. اليوم نشكر اللاعبين الأداء الرجولي اللي كان شفنا لاعبين وقفوا صمدوا حتى للدقيقتين كما كانوا قادرين هما يسجلوا علينا كما احنا كنا قادرين جاتنا اوكازيون ولا زوج اون دوزيام ايطون كنا نجموا نقتلوا المقابله. بالنسبه للميركاتو على الابواب نشوف باللي راح يكون فيه تدعيمات خاصه في الخطوط الثلاث. لا بطبيعه الحال دروك نخموا في الميركاتو نخموا في التدعيمات ولكن انا كنت جيت سي لو كاتريام ماتش هذا تاعي اليوم بقينا كونسونتري في الماتش تاع الحراش دروك نخمو في الماركاتو ان شاء الله خمس لاعبين ان شاء الله يعطوا الله اضافه ان شاء الله. اون بلاسي بلا بريمير ميتون اون فيني لو ماتش ضيعنا عده فرص للتسجيل. الشوط الثاني الفريق الخصم ولا كريم اونديس ديريير حوسنا على الثغره ما لقيناش الثغره ادينا مقابله كما يقولوا في المستوى لكن كما يقولوا الفعاليه ما كانتش عندنا وهذه هي كره القدم. بالنسبه للميركاتو على الابواب نعم ان شاء الله يكونوا فيها تدعيمات نوعيه بربي ان شاء الله. فعلا شمس عدودي السحر لا زال موجود في اتحاد الحراش ولكن الانصار يريدون النتائج. حسين مترف
شبيبة سكيكدا انتظرناها من أجل أن تلعب على الصعود بالنظر إلى ما فعلته في الموسم الفارط، ولكن خيبة أمل كبيرة، لماذا؟ صح، خيبة أمل كبيرة يعني عند عند الأسرة سكيكدية، يعني سواء حتى الإدارة تاعنا وين يعني وضعت يعني كل ما في وسعها باش يعني الفريق يسير في سكة جيدة، لكن ما يخفالكش باللي الفريق تجدد يعني 100%. هذا هو الخطأ، مش خطأ يعني، دوك هما الإدارة يعني شافت يعني أنها تجدد الفريق 100%، تتحمل العواقب تاع هاد التغيير، يعني حاجة ماشي سهلة باش تلقى نتايا التنسيق والانسجام بين اللاعبين في ظرف يعني 16 مقابلة. الناس يعني الفرق الكبيرة قضية الانسجام راهي بعام عامين ثلاث سنين تذهب معك، لكن احنا يعني رانا كيما رانا في كرة قدم، يعني الكل يعرف كيفاش راهي تصير يعني في الجزائر. احنا سينا كيفاش الماكسيموم يعني نغطيو التغارات، يعني احنا كلاعبين يعني قدامى وين عندنا خبره في الميادين، لكن يعني ما يكفيناش، لازم لنا تدعيمات، لازم لنا اللاعبين اللي يزيدوا يعاونونا، يعني هذا هو الشيء اللي ان شاء الله يزيد يعاوننا في مرحله العوده مع المدرب بن شويه بالدرجه الاولى الذي بدا المشوار برغبه كبيره من اجل انقاذ الفريق. ايه وين يعني بدينا مع المدرب السيد بغراره، لامين بغراره، وين يعني النتائج ما مشاتش معاه، كانت يعني كان هناك يعني عقم يعني في الهجوم، كان بلوكاج يعني في الفريق، وحنا يعني ما تمنيناش كلاعبين، كنا ما تمنيناش ان بغراره يروح، لانه هو اللي صنع هذا الفريق، هو اللي يعني دار هاد الانتدابات. الحمد لله جاء الشيخ بن شويه وين رانا نعملوا معاه في كما يقولوا في ظروف يعني مريحه، وان شاء الله يعني بهاد ما يخفالكش باللي اليوم التعادل اللي جبناه باتحاد الحراج جنبنا الانفجار في فريق شبيبة سكيكدا. يعني انا نقولها لك وين راني في هذا الفريق واني لعب 16 مقابله، يعني اليوم التعادل اللي جبناه من اتحاد الحراش يعني تعادل بطعم الفوز. بطعم سنعود سنفصل من ناحيه يعني من ناحيه النتائج سنعود. تفضل في الى باختصار على سكيكدا. يعني شوف كل على شبيبة سكيكدا وتكلمنا يعني منذ بدايه الموسم، يعني كل المؤشرات انه تقول باللي شبيبة سكيكدا ما راحش تدخل البطوله بقوه وما يكونوش نتائج. قلتها نظن 15 يوم قبل البطوله بداوا التحضيرات، كما قال لك معظم التشكيله تبدلت، هذا شيء كل المؤشرات انه حتى الجوله 13 باش دوكا بدات الفريق تسيبوا في المعالم تاعو، بدات النتائج الايجابيه، هذه شيء يعني واضح وباين. نذهب الى مدينه بونا وفوز اليوم امام امل بوسعادة. اتحاد عنب أمل بوسعادة انطلق على الساعة 3:15 عوض الخامسة كما كان مبرمجا. تغيير التوقيت المفاجئ كان عشية المباراة دون علمنا وعلم حتى ثلاثي التحكيم، لهذا السبب لن تشاهد هدف المباراة الأول الذي كان لصالح أمل بوسعادة ومن توقيع أكيل مع بداية الشوط الأول. اتحاد عنبة تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 43 عن طريق داود برأسية محكمة. هدف في كل شبكة كانت نتيجة المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الزوار ضيعوا فرصة إضافة الهدف الثاني عن طريق بلاوي، والكرة هنا في أيدي بن مالك. ما تبقى من زمن الشوط الثاني كان أغلبه لصالح أصحاب الأرض الذين فرضوا السيطرة محكمة وهددوا مرمى علوان في أكثر من محاولة عن طريق زياني، حذاز البديل وغماري. وكان على الجمهور العنابي انتظار الدقيقة 80 لمشاهدة هدف الفوز الذي جاء برأس المدافع عادل معيزة. هدف أسعد كثيرا أنصار اتحاد عنابة وكذلك عناصر الفريق. الزوار حاولوا بعد ذلك تعديل الكفة لكن دون جدوى، ليعلن الحكم بهلول نهاية المباراة بتفوق الفريق المحلي على نتيجة 2-2. وجمهور فريق اتحاد عنابة ينتظر ياسي عمار ياسي بهلول، ماذا سيحدث؟ اجتماع يوم الأحد بين رئيس الفاف وكذلك رئيس اتحاد عنابة، أين وصلت هذه القضية التي طالت وكثر الكلام فيها؟ هو لابد يكون مخرج من يوم لحد ان شاء الله يكون مخرج لهذه القضيه، لان القضيه هذه اللي تمس سوى
الوضعيه تاع الفريق او وضعيه اللاعبين. ما دام اللاعبين محميين بقرارات باحكام هنا لابد الجميع. انا تكلمت شخصيا البارح مع رئيس النادي على الموعد يكون باش نروحوا للتسويه، نتحاولوا كل كيفاش نبذلوا كل المجهودات، لان قضيه عنابه قضيه استثنائيه بحته، لان كثير ربطوها بقضايا تاع النوادي الاخرى بالكره القبه، ولكن هذه قضيه استثنائيه بحته، لان من 2010 هي قاعده تمشي. اليوم وصلنا الى الامر او لتسويه الوضعيه، لان انا قلتها حتى الرئيس النادي الفيفا راي كل خطره تغير القوانين لحمايه اللاعبين، لان راوا بان اللاعبين اصبحوا ماهمش محميين، يجوا انتدابات عند النوادي بدون حساب، وبعد ذلك يخليهم ما يسدوا لهمش الاجور تاعهم. ولذلك الفيفا هي تشجع كل الاتحادات اللي تلقى مخرج اللي باش اللاعبين هذا ما يبقاوش يستناوا، ما يبقاوش بدون اجور. ولهذا باش بالخلاصه ان لابد من سوى، انا قلتها بحرفين رئيس النادي اليوم مش قاعدين يطالبوا كرئيس النادي كشخص، هما اللاعبين عندهم قضيه مع اتحاد عنابه. صحيح ان رئيس النادي ما عنده حتى دخل، صحيح ان في البدايه يوم 2010 ان الفريق تاع عنابه قبلوا له لونجاجمون تاعو بدون فريق هاوس، هذا ما كل، لكن اليوم كاين حكم صدر من لجنه النزاعات، لابد من النادي كهيئه معنويه بغض النظر عن المسؤول لابد ان يلقاو لنا حلول، والحلول ستكون ان شاء الله. الملف سيغلق يوم الاحد؟ ان شاء الله سيغلق ان شاء الله. ان شاء الله. بحنكة رئيس الفيدراليه مع كل الاخوه، مع حتى الاستاذ تاع رئيس الرابطه المحترفه، مع رئيس الرابطه المحترفه، مع رئيس نادي عنابه، راح تكون حلول، لان احنا لابد نحل، لان هذا ما يخدمش كره القدم. تعلم. في كجمهور اللي كنت تقول عليه جمهور تاع عنابه ككل ينتظر من الفريق هذا كثير. اذا الملف سيغلق نهائيا يوم الاحد ان شاء الله بخبر يسر انصار اتحاد عنابه. ولكن أنصار جمعية وهران يعانون في صمت فريقهم، يمر بفترة صعبة. هذه المرة تعثر أمام اتحاد بسكر المصمم على الصعود والعودة بسرعة للمحترف الأول. مقابلة جمعية وهران بالضيف اتحاد بسكرة تميزت ومنذ البداية بالندية والاندفاع البدني، مع سيطرة طفيفة لأشبال المدرب الكنوي، قادها كل من اللاعبين دخيا وقجالي، إلا أن حارس جمعية وهران علوي أصاب في تدخلته. من جهتهم مهاجم جمعية وهران حاولوا عن طريق هشام شريف وبرملة من خلال التسديد من بعيد، إلا أن النتيجة بقيت على حالها 0-0. وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول الفعالية خانت أبناء المدرب سليماني في هذه الفرصة التي كان وراءها اللاعب مبارحي وتألق حارس بسكرة خلفه. مع بداية الشوط الثاني سجل احتجاج على قرارات حكم اللقاء خاصة من عناصر الفريق المحلي، وتوقف المقابلة لمدة 5 دقائق لتواصل جمعية وهران المقابلة ب10 عناصر بعد طرد من صفوفها اللاعب بنتيبة، وهذا في الدقيقة 56. وبعد استئناف المباراة لاعب اتحاد بسكرة هددوا مرمى حارس الجمعية بعد أن ردت العارضة كرة اللاعب كباري. لاعبو جمعية وهران عجزوا عن الوصول إلى الحارس البسكري المتألق أمام كرة برملة وهشام الشريف وأخيرا بالشيخ الذي مرت كرته جانبية. في الدقيقة 80 من اللقاء لاعب اتحاد بسكرة مسعدية يضيع وجها لوجه مع الحارس علوي. ما تبقى من عمر المقابلة لم تتمكن خلاله عناصر التشكيلتين من الوصول إلى الشباك، واكتفت باختسام نقاط اللقاء الذي انتهى بنتيجة بيضاء. التغطية إذا كان الزميل بالمهدي بالمهل وياسين بوخنات كان في عنابة، أما زميلنا عمر جمعي فكان في مقرى مع هذا الفريق الظاهرة الذي يجد نفسه في البوديوم وبإمكانه الصعود، رغم أن رئيسه يقول لا أريد الصعود هذا الموسم. هذه المرة فاز على رائد القبة. لولا البداية الصعبة للنجم مقرى في الجولات الأولى لكان الفريق الآن رائدا للرابطة المحترفة الثانية. رغم ذلك نجم مقرى سجل 8 انتصارات 3 تعادلات وخسر في 4 لقاءات. مشوار فريق يلعب ورقة صعود
إن وصل على هذا المنوال. الضحية في هذه الجولة كان الجريح رائد القبة الذي عقد من مأموريته في البقاء. الشوط الأول كان بعيدا عن المستوى ولم نسجل إلا لقطة هبال الذي وزع وسدد في آن واحد على مرمى شويه. العارضة الأفقية ترد الكرة لتجد المدافع ليحتج زملاء أميري على الحكم ميال بدعي أن الكرة لمسها اللاعب بليون. الشوط الثاني كان الأحسن، ضغط كبير من النجم والبداية برأسية بخاري التي لم تكن بعيدة، بينما اكتفى أبناء زغدود بالتمركز في الوراء مع الاعتماد على الهجمات المعاكسة لكن بدون جد. لتأتي الدقيقة 57 بالخبر السار لأبناء عباس، دمان يتوغل على الجهة اليسرى يوزع كرته تجد أكريف وبرأسية جميلة يخادع شويه. هدف حرك كبرياء أبناء القبة ليخرجوا من منطقتهم للبحث عن التعادل، لكن ورغم تسجيل أوشان لهدف إلا أن حكم التماس رفضه بداعي التسلل. أوشان مرة أخرى وجه لوجه مع شلالي كرته بعيدة. الرائد زاد من المد الهجومي لكن اللمسة الأخيرة كانت غائبة. ليعود النجم مرة أخرى، بولعنصر يسدد المدافع يخرج الكرة من الخط. يحقق نجم مجرى الأهم في هذه المباراة، بينما سيستغل زغدود فترة الراحة لإعادة ترتيب بيت القبة قبل فوات الأول. كنا نحلم أننا نكون بعشرين نقطة، يعني كان الهدف التاعنا مسطر هو 20-21 نقطة، اليوم رانا بسبعة وعشرين نقطة تقريبا، رانا في البوديوم من بين الثلاثة الأوائل إن شاء الله. الهدف تاعنا اننا في مرحله الذهاب كنا نحقوا عدد كبير من النقاط والحمد لله، هذا بفضل تضافر جهود الجميع اللاعبين اللي ضحاوا الطاقم الفني، كذلك الديكليك اللي جاء مع الانترينار عزيز عباس مشكور على الشيء اللي قام به، وكذلك نطلب من الناس يعاونونا، هذه الحقيقه لان عندنا فريق لباس به، واذا كان ضافر جهود الجميع ولله لا ما نلعبوا على الصعود ان شاء الله. يبدأ السعيد أنه عزيز عباس غير له رايو الآن يتكلم على الصعود، منذ أسابيع قال لك أنا ما لعبش على الصعود، ما لعبش على الصعود، ودوك يزداد الضغط على سي بن ناصر وبالك يبدل رايو في مرحلة العودة. نظن إنجاز كبير 27 نقطة في مرحلة الذهاب بالنسبة لفريق نجم مقران، نظن ربع نقطة على الأول، ربع نقطة ثلاث نقاط على الأول، ونظن الفريق اللي راه ممكن ثلاث انتصارات متتالية ماهوش ينهزم كثير، نظن مفاجأة البطولة. إلى غليزان الذي استقبل اتحاد فقط في هدف رائد القبة، إذا كانت الزاوية واضحة رضوان أعطي اللي نشوف إلى وفي وضع التسلل أو لا، لما يكون جاهز طبعا، لأنه في ملعب مقرة لما توضع الكاميرا صعب جدا، هذه مشكلتنا في الملاعب أيضا، في هذه الملاعب يا سي عمار يا بهلول نحتاج ما تنساش أن نأخذ بعين الاعتبار تلفزيون، ما تنساش أنت عندك 32 فريق محترف. فهمت الرسالة، هذا هو خطأنا بالأساس لما بدينا البطولة ب 32 عندك 32 ملعب يعني راح يكون أهل يعني صعب جدا. أعطيني اللقطة إذا نشوفها، يلا مترف أنت اللي لاحظت الصورة منذ البداية، لاحظت انطلاق الكرة لازم في البداية. أيوه انا صراحه في الصوره تقول لي ان هي 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 الكره لازم تشوفها من كي تخرج من رجل ولكن شوف المدافع غطى المهاجم، لا ما شفت معاه، لازم تشوف مرجله مرجل هذا رجله زيد رجله هنا، هاي من ناس عيبه هنا ما تشوفش، ماك تشوفش هذاك اللي منه مو حال، هذه امبوسيبل تشوفها هنا، صح 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 صعب صعب صعب، لذلك في بعض الاحيان نتجنب هذه الحالات. نذهب مباشره رضوان الى غليزان ومباراه امام اتحاد البوليده وزميلنا عبد الرزاق رمضان الذي عاد منذ لحظات فقط. سريع باحث الدخول سريعا في هذه المواجهه امام فريق يعيش وضعيه حرجه اسمه اتحاد البوليده، يقبع في مؤخره الترتيب ولم يذق طعم الفوز منذ بدايه الموسم في الرابطه المحترفه الثانيه. أبناء غليزان الباحثين عن التقرب من مقدمة الترتيب وإنعاش حظوظ اللعب على ورقة الصعود، اصطدموا بفريق منظم عرف كيف يغلق المنافذ ويعتمد على المرتدات، فكانت المرحلة الأولى متكافئة
وخالية من الفرص الحقيقية للتهديف. 34 ثانية من بداية المرحلة الثانية كانت كافية للسريع من أجل بلوغ شباك الحارس الهادي واضح بفضل موسي عبد السلام الذي استغل ارتباك المدافع البوليدي. هدف حتم على أشبال المدرب الحنفي الرمي بثقلهم نحو الهجوم بغية تعديل النتيجة، فيما السريع لعب على المرتدات عن طريق موسي ومحمد دراج. هنا زرقين يوسف يضيع على نفسه وفريقه فرصة تعديل النتيجة بعد فتحة من الجهة اليمنى. أطوار اللقاء والمردود المقدم من الجهتين يوحي وكأننا في مباراة شكلية طغى عليها التمريرات العشوائية والضائعة ونقص التركيز الواضح لجل الأسماء داخل المستطيل الأخضر. ما تبقى من أطوار اللقاء عرف سيطرة واضحة للاتحاد الذي بادر للهجوم، لكنه لم يفلح في ترجمة تلك السيطرة إلى هدف. المواجهة تنتهي بواقع هدف لصفر لصالح السريع الذي أنعش حظوظه من أجل لعب ورقة الصعود، فيما النفق المظلم للاتحاد البوليدي مستمر إلى شعار آخر. وهو ما لم يتوقعه أحد من محبي اتحاد البوليدة. الأمل في الصعود يبقى قائما لترجي مستغانة الذي استقبل مولودية سعيدة. الغرب بين ترجي مستغانة ومولودية سعيدة يبحث فيه كل واحد منهما عن نقاط إضافية من أجل تعزيز مركزه في سلم الترتيب. البداية كانت لأصحاب الأرض بتسديدة فلاح التي كادت أن تباغت مرمى بوهدا. فلاح عاد من جديد بكرة هدد بها مرمى المولودية عند الدقيقة 23. الترجي كان أكثر جرأة هجومية ووصل لمرمى خصمه لكنه افتقد اللمسة الأخيرة. رد المولودية في هذا الشوط جاء بكرة السلاح المباشرة لكنها ابتعدت فوق المرمى. المرحلة الثانية لم تختلف عن الأولى، سيطرة للترجي لكن لاعبيه اصطدموا بدفاع متماسك. وأبرز فرصة جاءت برأس عمران التي مرت بجانب قائم حارس المولودية ثم تلتها رأسية ماضوني عند الدقيقة 72. الترجي انتظر إلى غاية الدقيقة 79 ليسجل هدفه المنتظر بمقصية جميلة من توقيع المدافع حمزة. هدف جميل أسعد الأنصار لكن سعادتهم لم تكتمل بهجوم مرتد قاده حميد الشيخ لتنتهي الكرة في قدم شويخ الذي باغت الجميع بهدف التعادل قبل دقيقتين من النهاية. تعادل انتهت على وقعه المباراة. أدينا مردود طيب في مرحلة الذهاب، لكن الشيء اللي كان ينقصنا هو أننا كل المقابلات نسيطر فيها لك ونخلق فرص، لكن يبقى لنا مشكل الفعالية كما لاحظتوا اليوم، وهذا هو اللي لازم إن شاء الله. الحل هو يعني عنا كثير من المناصب، كثير من الخطوط اللي لازم فيها تدعيمات، طبعا لازم تدعيمات إن شاء الله، هذا ما نتمناه. طبعا زميلنا عبد العزيز بن سالم كان حاضرا في مستغانم، اما الزميله ليلى بن فرحات فكانت متابعه للمحترف الثاني وشاهدت العديد من المباريات من خلال برنامج من الملاعب، وفضلت ان تتوقف بالارقام والتحاليل عند مرحله الذهاب من المحترف الثاني واهم ما ميزها. مرحلة ذهاب جسدتها 15 جولة كانت كافية لتعقد مهمة أندية وتفتح الباب واسعا أمام أخرى لمراودة حلم الصعود ومعايشة نشوة اللحاق بالكبار ولو معنويا.
هو المحترف الثاني الذي لطالما صنفه العارفون بأحوال المستديرة أنه أصعب أقوى وألذ من أي قسم آخر. المحترف الثاني في سنته الجديدة وموسمه المتجدد بدأ ببروز أندية أبانت منذ الجولة الأولى على نية كبيرة في تحقيق الهدف الموسمي. أتحدث عن كوكبة تضم على الأقل خماسي المقدمة، بدءا بالمد والجزر الذي يعيشه فريقان يلعبان ولا يرضيان هذا الموسم بغير الصعود، هما فريق أولمبي شلف ووداد تلمسان الذي يريد معايشة مجد المحترف الأول. فالأولمبي الذي حقق مشوارا قد نعطيه علامة الحسن إن لم نقل أكثر من هذا، وعزز هاته الأحقية بالمنصب بعد فوز كبير في آخر جولة عن من كان يهدد عرنه، وبعد 8 انتصارات كاملة 5 منها داخل القواعد تعكس جذاب أنصاره إليه. تعادل في أزيد من 4 مناسبات ولم يخسر الكثير، ويكفيه أن هجومه سجل أزيد من 22 هدفا وحافظ على شباكه نظيفة بمعدل 7 مباريات. هذه النتائج كاد أن يعادله فيها الملاحق السابق له وداد تلمسان. هذا الأخير سجل الكثير ولم يتلقى كثيرا ما عدا ما تلقاها اليوم في مباراته أمام الرائد. هو الآخر سجل ما فاق 20 هدفا، لكن محاولة لعب ورقة ندية اليوم هددت طموحه وجعلته يخرج خاسرا وتقهقر إلى الصف التالي. فهي أندية محظوظة اليوم ولا تقل عنها حظا الأندية التي تلاحقها، على غرار مولودية العلمة اتحاد بسكرة ونجم مقرى. هذا النادي المعجزة الذي أكد اليوم أنه يستحق مكانته بانطلاقة موفقة، متابعة جيدة، ثم استمرار واستقرار في المركز الثالث. أندية تحقق انتصارات ويقابلها أندية أخرى تعيش كابوس نتائج لأسباب لم يفسرها العارفون ولم يجدوا لها إسقاطا حقيقيا لما يحدث. نتحدث عن المدارس الكروية التي أصبحت اليوم تعيش مأساة نتائج، بدءا برائد القبة الذي يراوح منطقة الخطر، ونفس الشيء لاتحاد الحراش المدرسة الذي يعيش أصعب مواسمه. حاول الخروج والتسلل تدريجيا من المركز الأخير وما قبل الأخير الذي التصق به منذ انطلاقة الموسم، لكنه تعثر اليوم بميدانه في آخر جولة. إلا أن هناك من يعاني بكل ما تحمله الكلمة من معنى وحاله لا يسر أحدا، هو فريق اتحاد البوليدة الذي بات أخيرا في الترتيب العام برصيد 6 نقاط فقط أفرزتها 15 جولة. فهل مرحلة الذهاب فعلا هي الفيصل في حال الأندية، أم ستكون استفاقة لأصحاب المنطقة الحمراء وجسر ولوج القسم المحترف الأول بالنسبة لرواد مرحلة الذهاب؟ ليلى بن فرحات كفت ووفت وقالت ما يجب أن يقال واختصرت المرحلة كما يجب، ولكن ماذا يمكن أن تضيفه عطنا؟ نظن يجب واحد يقول أنه بعض الفرق اللي دارت يعني استراتيجية ومن يعني انتدابات كانت مدروسة وتحضيرات في بداية الموسم في المستوى هي اللي اليوم موجودة يعني في مقدمة. نظن بالنسبة للفرق اللي خيبة أمل تكلمنا عليهم أنه يعني اتحاد البوليدة، اتحاد الحراش، شبيبة بيجاي، الفرق اللي اليوم راهم موجودين داروا أقل من 20 نقطة، وهذا شيء غير يعني منتظر من هذه الفرق. أما بعض الفرق اللي مفاجأت هذا مرحلة الذهاب وهي الفرق الجديدة في القسم الوطني الثاني اللي هي نجم مقرى وترجي مستغانم اللي كانوا يعني فوق المستوى هذا المرحلة الذهاب. أما يعني الشيء اللي غير مقبول كما قالت ليلى بن فرحات أنه مدارس كرة القدم اللي اليوم موجودة في مواخر الترتيب كجمعية وهران، اتحاد البوليدة، اتحاد الحراش، وحتى رائد القبة. ورائد القبة اللي الأدفية نتاع حسين مترف مؤسف جدا ما يحدث فيها. مش هنقول لك رائد القبة فريق عريق وفريق يعني خرج يعني نجوم كبار يعني في ميادين كرة القدم الجزائرية، ونتمنوا يعني يعاود يولي، لان هذا الفريق يعني تعبت انا واحد منهم، تعبنا وين طلعنا الفريق من الاماتير يعني القسم من القسم
هوات دي دو اماتور لدي دو بروفيسيونال وين راهم. والعملية فات كانت عندنا صعوبة وين لعبنا 8 مقابلات وين كانوا عندنا 3 نقاط ويعني عودنا رجعنا الكفة مع المدرب مجاهد اللي نحييه بالمناسبة وين سلكنا الفارق يعني هذاك التعب إن شاء الله ما يروحش هكاك. طبعا الصراع سيكون كبير. سي عمر بهلول 5 إجازات انتظرها النوادي كان المفروض 3 في نهاية المطاف 5 استجابة لطلب الأندية. طبعا هو رقم دور استجابة طلب من أن النوادي طلبوا 5 لكن باش نديو رغبة 5 درسنا القضية بعقلانية ولقينا باللي لابد نروحوا 3 زائد 1 النوادي اللي عندهم 27 إجازة وثلاثة زائد 2 للفرق كما الفرق هذه اللي عانت في بداية الموسم اللي ما بلغوش الا 27 إجازة في البداية نظرا للمشاكل اللي كانت عندهم. هذا ما خصنا لهم حتى لاعب زايد هذا اعتبار للمشاكل اللي كانوا يعانوا فيها من في بداية الموسم. عبد النور نوادي تعاني ماليا ما تخلصش لعبها تعداد اللي عندها تعاني معاه بدل ان تمنح الفرصة للشبان طالب بخمس إجازات. خمس إجازات تقريبا 50% تاع تعداد صراحة حقيقة يعني سؤالك وجيه أمر غير يعني عادي يعني شوف كل يعني اللاعبين شحال الفرق اللي ما يخلصوش اللاعبين وعندهم مشاكل حتى في هذه كلاسيرال وأنه يتصيب ويجيب اللاعبين طالب خمس لاعبين خمس لاعبين وما يعطيش الفرصة اللي ممكن اللاعبين تاع الشبان ممكن يكونوا تدعيمات. راه تكلم على اللاعب تاع رائد القبة كان شاب اليوم موجود في مولودية العلمة كانت بإمكان ممكن رائد القبة تستفاد من هذا اللاعب ولكن غادر مرغما وهذا الشيء أنه ما فيش يعني حتى نقول دائما نهضروها كريم أنه استراتيجية تاع الفرق وما كاش جرأة من طرف الإدارة للإدارة تخاف من الجمهور. اليوم الفرق الموجودة على آخر في أواخر الترتيب اليوم دوك باش يسكت الجمهور تاعو يروح ينتدب أربعة ولكن تجاه المقابل الاتحاد بين نارين. سي عمر بهلول نرضي النوادي من هنا وعندي مشكل الفيفا من هنا ومشكل الديون هل ستتطرق الآن إلى هذا الموضوع بكل شفافية وإنهاء القضية في اجتماع مع رؤساء النوادي أم نبقى في سياسة الهروب إلى الأمام نرضي هذا ونرضي هذا ونبقى دائما في نفس المشاكل. هو صحيح احنا كنا على وشك ترك 3 لاعبين يعني كما كالمعتاد احنا عبنا باللي راح بصراحه انا عبنا باللي راح نلتقي يوم 5 هذا المشكل هذا لابد الذهنيه تتغير لان لما تطلب 27 في البدايه شيء كثير ثم تأتي في الميركاتو هذا وتزيد تطلب 5 هنا يعطيك فكره يعني كيفيه نتعاملوا في التسيير تاع اللاعبين بغض النظر الحاله الماليه اللي هما اللي يشتكوا لكن في الان لا ترحم يا يا سي عمر بهلول. شوف سي كريم لازم نفهموا حاجه كما قال لك احنا حبينا نروحوا لاقصى درجه ما هذا من النوادي نشوفوا لان احنا ما فيها حد شيء كنزيدوا لهم لاعب ولا زوج لان دائما الفيدراليه الرابطه المحترفه وكان اصبح الثقل والعيب على الهيئتين اللي تسير كره القدم الشيء تدخل فيه صحيح متى سنفيق ونعود نتعامل كما يتعاملوا كل النوادي المحترفه على مستوى كل الفيدراليات هذا يتطلب الى تغيير الذهنيه تاع المسيرين وكذلك الصرامه في في فيما يخص تاع تاع انا متفق معك ولكن الان الفيفا رسلت الاتحاديه طبعاً. شهر جوان تقول لك بكل بساطه اللاعب الذي لا يدفع لا يتلقى الاجره تاعه لمده شهرين من حقه ان يفسخ العقد والنادي يتعاقب وخصم النقاط طبعاً ويمكن طبعاً. ان تدى بالعقوبات وتمس حتى المنتخب الوطني طبعاً. كيف نتعامل مع هذا المشكل وننهيه لانه في كل مره نفس السيناريو يتكرر. شوف احنا الحمد لله في بدايه الموسم الرابطه المحترفه كانت صارمه ووصلت ربما الاجراءات يعني ردعيه اللي ربما تركت مخلفات يعني فيما يخص بعض النوادي ولكن وضعته مليار. طب ايه احنا لماذا؟ ما يخفش عليك كانت تراكمات كبيره هذه ما كانتش احنا انا حتى كيحكمنا احنا ديريكتور ماهيش حاجه هذه جديده فيما يخص تراكمات تاع الديون نقولوا درك احنا وصلنا الى ربما 60 70% باللي النوادي خلصوا الديون تاعهم احنا نطلبوا على احنا نخموا على المستقبل المستقبل اللي تهضر على التعليم تاع 25 16 5 18 هي مرسله الى كل اتحادات العالم وهذا لي
تكيف كل النوادي مع هذه التعليمة، لأن كانت هذه خريطة الطريق كما كنت تذكر كبيرة، كيفية التعامل مع اللاعب لما الفريق ما يسددلوش الأجور تاعو. أعتقد هذه احنا راح تكون يوم 5 مع النوادي، رئيس الفيدرالية مع كل، ستكون هذه محل جدول الموضوع باش النوادي يفكروا باللي انتهى هذاك التهاون، انتهى هذاك الشيء اللي كنت تقول عليه باش نمشيو حقيقة باش نطبقوا هذه الصار. لما نطبقوها بحذافيرها نقول لك باللي ان النوادي يفكروا كي يعودوا باش ما يسلكوش ولا ينتدبوا لاعبين يخموا مليح باللي راح يكونوا يوصل لهم الوقت وانت تطبق عليهم. مبلغ مليار قد يقلص الى 500، راح نجيو الوقت ما بقاش مليار، راح نجيو في التطبيق هذه تاع الجايه راح كل فريق يسدد المبلغ تاعو كل. واعتقد حتى تاع اللي كانت مليار ومن بعدك ولات 500 مليون، اعتقد حتى هذه مع التعليمات هذوما اللي جات لابد لنا نمشيو احنا وسي باش حتى واحد ما يلومنا وحتى واحد كي نطبقوا القوانين على مستوى دركا. مازالت حاله استثنائيه فيما يخص التراكمات تاع الديون اللي كانت من قبل حتى ما كناش احنا، كانت هذه احنا قاعدين نجريو عليها باش نحاولوا كيفاه النوادي ولو استجابوا الكثير استجابوا، لكن نعطيك مثلا في الجديد ربما كان 6 ولا 7 نوادي اللي في المرحله الجديده اللي ربما عندهم لاعبين اللي ما دونك ماهيش حاجه كبيره اللي نجموا النوادي يسددوا. وانا سمعت حاليا بانه فيه 3 لاعبين دفعوا الان في لجنه المنازعات بعد شهر جوان، يعني بدات القائمه ومسلسل اخر سينطلق في غضون الايام القليله. حسين مترف اللاعب الجزائري بحمي، لانه هو الاخر نسمع اللاعبين يقول لك تلك الارقام المتداوله هي فقط للصحافه، ولكن اللاعب يعاني مع الرئيس ويغاد الفريق ويترك امواله ولا يأخذ الأموال التي يتفق فيها عليها مع الرئيس. يعني هذا موضوع، يعني موضوع كنت خصص له يعني 6 حصص ما راح شاهيك، مانيش راح نقدر نلخصه لك يعني في 2 كلمات ولا 3، لأن التجارب راهي موجودة في اللاعبين. كاين لاعبين بزاف سوفراو، يعني كاين لاعبين بزاف يعني داو لهم حقهم وين صبح، يعني صبح بلا صالار وهو تبليسه في هذاك الفريق. وين كاين بعض الرؤساء ما ننكروش، كاين بعض الرؤساء وين حتى وين تبليسه في الفريق تاعو، يعني ماشي نقول ماناش نقولوا لي بليسير تاع تولي شهر شهرين بهم، يعني لي بليسير اللي يروحوا نقولوا سيموا يروحوا بالعام. كاين رؤساء يمشوا يعني كوركت مع ذاك اللاعب ويكمل يخلصوا حتى نهايه الموسم، ما نقولكش يخلصوا بنفس سالار، لكن هناك لاسيرونس. كون حنا جينا عندنا لاسيرونس يعني كيما نقولوا كاين أندية في الجزائر في الرابطة المحترفة الأولى عندهم أسيرونس، عندهم كارتشيفا، يعني حتى اللاعب اللي يتقاضى يعني مبالغ تاع 200 مليون ولا 300 مليون غدوة كيحولها له البريزيدون للاكاس، يعني هذيك تاع لاكناس يعني راهو راح يدي مبلغ يعني ضئيل جدا، ماشي كيما كان يديه، لكن راهو محمي، فهمتني؟ يعني وقع مر ابن طن، نحتاج إلى عقلانية. هناك لاعبين، هناك يعني هناك أندية لازم تكون مثال لهذه الانديه اللي راهي تعمل بهذه الطريقه، والناس كاع تعرف شكون هي الانديه اللي راهي تتعامل يعني بالكارتشيفا، وشكون اللي راهي يعني خاطر واش نقولوا كيفاش راهم يديروا دوك، راهم يديروا لاسيرونس، يديرونا كاع جلوبال، ما كاش اللي يديروا اسيرونس نيميرو يعطيك ساعه انديفيديوال. رساله موجهه لسعمر بهلول لانه من بين صناع القرار الان. خاطر انا عندي مشكل، أنا لاعب 20 سنة والله ما نزد عليك كلمة، والله ما عندي كارت شيفا وجريت عليها واحد العامين وأنا نعيط يبعثوني منها، بعد يبعثوني منها هذه تما كي جات الحكاية، والله ما عندي فرق كبيرة والله شي موسم سامر والله ما عندي كارت شيفا، والله ما نرومبورسي الدواء تاعي تاع وليدي. أنا نقول لك احنا على وشك صياغة العقد اللاعب اللي راح يكون سيل المفعول تاعو وفيه كل ما تقول فيه ان شاء الله بالانترميديير تاعو، وهذا ان شاء الله في الموسم القريب راح يعدي، وان شاء الله راح نتهناو راح يكون عقد نموذج على كل لاعبين يكونوا محميين فيهم، حتى العلاوات تاعهم فيهم، حتى تاع لاسيرونس اللي حددتها 27 مليون تقاطع منها. هذه الامور راح ان شاء الله. سامر بهلو الوقت يمر هكذا بسرعه، اريد ان اسالك في اسئله سريعه واخذ اكبر قدر ممكن بالمعلومات، ولكن دعنا نشاهد مباشره مباراه اتحاد العاصمه ووفاق سطيف بعد الفاصل. طبعا الكرة للوفاق، هل سيسدد من هذه المسافة؟ يلعبها مع بانوح، بانوح يفتح اللعب باتجاه دواني، التسديدة قوية من غشة، قوية من غشة هذه التسديدة، والكرة الثانية
من يتمكن من اقتناص هذه الكرة من الركنية العالية. الهدف الأول، هو الهدف الأول لصالح الوفاق بكرة عالية، بكرة عالية رائعة، تمكن الوفاق من أخذ الأسبقية في الربع ساعة الأول من هذه المباراة. النسر الأسود كان يحلق في أجواء اتحاد الجزائر لأشبال فروجي في غياب شافعي وبن يحيى. ما زالت الكرة، هل سيسدد من هذه المسافة؟ ريعة ريعة، ما أروع التسديدة من ربيعي. ما زالت الكرة للوفاق، يسدد بقوة، يا سلام يا سلام، سلم على هذه الكرة يا سلام، بالقرب من بعده. هذا بن موسى مختار، ارفعها كما ينبغي، ارفعها كما ينبغي بن موسى مختار، وارتمى عليها إبارة لا يتردد. عيد الفريق عبد المومن جابوا هذه الكرة لبن موسى مختار، التدخل من دفاع الوفاق، ما زالت لمزيان يرفعها، التدخل، هل سيسدد من هذه المسافة؟ ردها القائم. مباراة ممتعة ورائعة بين فريقين كبيرين. بعد نهاية المباراة الزميل هشام سعد رصد هذا التصريح. طبعا ننتظر في اعتقد تصريح في قل دائما في ميكروفون زميل هشام السعدودي مع رئيس الوفاق الصيفي السيد حسان حمار. صح، بطبيعة الحال ما هي مرحلة صعيبة، نظن ثقتنا احنا كانت كبيرة في اللاعبين. انا قلت مش من معقول فريق اللي يغلب الاهلي، اللي يغلب الوداد البيضاوي، امير الفرق كل الزول، ما مش ممكن ما يكونش فترة. صح، احنا في الوفاق الصيف تنهزم ثلاث مقابلات، تضيع 13 نقطة في الميدان، حاجة كبيرة خاصة الفريق اللي يلعب على قاب التتويجات، لكن كنا على بالنا واش رانا ندير، وانتدبنا مدرب. نظن باللي ما نقولوش باللي المدرب الطاوسي ما عملش عمل، النتائج ما مشاتش. زكريا ما نقولوش باللي جاب الصحراء العصا الصحرية، درب يومين مع الفريق لازم عارف واش يعقب لهم ميساج. نظن باللي فوز تاعنا مستحق اليوم، الحمد لله رب العالمين. شنو النقاط اللي اتفقتوا معاه مع زكريا؟ احنا دائما نلعب على البوديوم، ما نقدرش نلعب انا لو جو نشوف روحي، ما نقدرش نلعب على البوديوم والفريق هذا والانصار وما نديرهمش القاب، نقعد في البيت تاعي. بالنسبه للميركاتو على الابواب، في انتدابات انتقدت كثيرا، يقولون تشكيله فارغه الان للوفاق، وش يعني لي زوبجيكتيف تاع الوفاق؟ الوفاق السيف دائما يلعب على القاب والتتويجات، لازم الانتدابات، الانتدابات مدروسه وكل شيء معمول، ان شاء الله الايام هذا راح نشوفهم ان شاء الله. ثقة كبيرة كالعادة عند الرئيس حسان حمار. الوفاق يبقى الوفاق من أجل الألقاب، وفقط حسين مترف كنت من الجيل اللي فاز بآخر مباراة قبل 10 سنوات لما كان زكري أيضا مدربا، سجلت أنت ونبيل حماني ربي رحمه، ربي رحمه، لما فزت أمام اتحاد العاصمة. فزنا يعني في 2010، هذاك الفوز يعني هذاك الفوز اللي فزناه كان وفاق ستيف 10 سنوات ما ربحش في بولوغين. هذاك الفوز تاع 2-1 وين سجلت انا ونبيل حيلماني الله يرحمه، لنحيوا العائله تاعو والبنات تاعو، وحتى الان زادوا عاودوا ابري ويطون نافون. والوفاق دائما نفس الثقافه، ثقافه الالقاب، هذه هي استقرار، يعني استقرار. فتره فراغ البعض بدا يتقلق يقول لك ما عندناش فريق، ولكن اليوم اكد انه قادر في اي لحظه انه يلعب حتى على اللقب. صح صح، الجمهور يعني الجمهور الصيفي هو جمهور يعني يعرف كرة القدم، ويعني متعطش للكرة القدم، وكيشوف يعني يحب يستمتع، لأن يعني عبر الزمن يعني مروا يعني لاعبين في وفاق الصيف يعني لاعبين خارقين على العادة، يعني على غرار يعني ماشي إلا الجينيراسيون تاعنا، على غرار عجيسة بكري رقم 10 لعبت أيضا في اتحاد العاصمة، والاتحاد تعثر أمام الوفاق ولكن يبقى دائما في الريادة بفرق 7 نقاط. تشوف بالنسبة للفريق الاتحاد العاصمة تأثر يعني من الهزيمة الأخيرة، نظن اللي 4 في الخرطوم، هذا الشيء اللي ممكن من ناحية الذهنية ما عرفش يسير مباراة الوفاق. نظن اتحاد العاصمة بطل الشتوي، نظن بالاداء والنتيجه الفريق اللي يعني كان من الاحسن الفرق في هذا المرحله الذهاب. ممكن نتكلموا على الاحصائيات، نفس الشيء يعني لما تخرج بطل الشتوي عندك نسبه كبيره تكون انت هو البطل.
نظن هذه الهزيمه مش هتاثر عليه، نظن راح يكون يعني ايام باش المدرب فروجي يراجع حساباته والبدايه تاع المرحله العوده ان شاء الله. الى تحت المجهر ومع يحدث في فريق اتحاد بلعباس، وبعد ذلك نختم البرنامج باسئله سريعه للسيد عمار بهلول. قبل السفر أسئلة تطرح لراهن مفتوح على كل السيناريوهات. فريق عريق يحضر بأربعة عشر لاعبا، اسم الفريق ثقيل في منظومة الكرة الجزائرية. اتحاد بلعباس قبل موعد العودة بليبيريا مثقل بالمشاكل والهموم. بعد الكأس الممتازة اللي حصلنا عليها، احنا قلنا هذه هي اللي راح تحل بيبان يعني تاع المشاكل، وين نقضيوا على المشاكل هذو، خاصة مشاكل مالية. دي شهر من اللي جيت كانوا اللاعبين يطلبوا في 4 شهور 5 شهور، ولكن بعد ما قعدت انا شهر ولاو 5 شهور 6 شهور. ولو كان انا نزيد الرياح درك هكذا ونولوا من كأس افريقيا، ندو عطلة نبريباريو لا كوب ولا نبريباريو لا فاز روتوري، ولو يسالوا اكثر. كانوا تكلموا معايا اللاعبين قالوا لي دوك احنا على كل حال ما نقدروش، عندنا عائلات اللي مزوج ولا اللي عنده عائله ثانيك يخمم يقول لي انا المشكل راه اداري، مشكل ما بين لي كونت بلوكي وحنا الذنب تاعنا وراه. فنيا تقنيا ورغم الخبرة للطاقم الفني، إلا أن المأمورية صعبة وإن كانت غير مستحيلة. رجعنا هذيك الروح للي سيبورتور اللي نحييهم، ولاو يعني في المقابلة تاع كأس إفريقيا برهنوا باللي راهم يساندوا هذا الفريق. اللاعبين تانيك زادوا برهنوا، زادوا صبروا على الفريق وصبروا عليا وصبروا على المسؤولين. كان اللي عنده إصابة وكان اللي عنده مشكل مالي، وما من اللي عنده اصابه عنده مشكل مالي، باش ما نتخباوش وما نهربوش من الحقيقه. كان اللي قنعتهم وجاوا، وكان اللي الله غالب باش الناس الخاص والعام يفهم باللي باش دير 11 يلزم دير كيما يقولوا مدافع ايمن، راح نديروا مهاجم ولا بن عياد ما براش ثاني ندير وسط ميدان نديروا قلب هجوم. أعمدة الفريق غابت عن التدريبات وستغيب عن المباراة، وعبد الصمد والرفقاء صامد وصامدون إلى حين برسالة ابن الفريق والمدينة. ما يخفاش عليك أنا في 6 شهور ما داوش، وكل جوار وأكفهم وعنده مشاكل تاوعه. حنا نطلبوا من الإدارة اللي راهي كاينة والإدارة القديمة يتحدوا أكفهم باش الحل المدينة سيدي بلعباس، ان شاء الله يا ربي يتحدوا ورانا كي ولادهم ورانا كفاهم يتحدوا. هذه مدينه وعندنا ايكيب وحده في بلعباس، انا ابن فريق ونقول لك شاك فوا يعني اننا يجونا دي بروماس ولا نهضروا، مي حاجه ما تبدلت. حنا واحد ينوري الكونطرا تاعو يعني يكمل يعني القطره الاخرى، وان شاء الله كي يعني نوليو فارس جيسبر ان شاء الله تحسن الوضعيه. الا ما تحسنش الوضعيه ما جو بونس با يعني لي جوغ راح يحملوا، باسكو سي موا جو بونس ما كانش واحد يحمل فوق سي موا. انا بن عياد اليوم راه هنا ومصاب، وسوكر ما كانش، تابتي ما كانش، وسط ميدان كي نشوف اللي لعبوا زواري ما كانش، تابتي ما كانش، القرع ما كانش، خالي قائد الفريق ما كانش. انا دوك كي ما يلزمش الانسان راح يدهش كي يشوف التشكيله في المقابله وين عندي مدافع راح نديرو قلب هجوم. بعدها اي مستقبل لفريق يلعب الكره يمتع ويبدع يتوج ويمثل الجزائر قاريا؟ بالله عليكم للكره اهلها وللاتحاد عائله وجب جمعها، والا فلا معنى للرياضه وللانتماء ولا للوفاء.
عدوا لفريق اتحاد بلعباس. اكد اقول ايضا حرام طبعا قبل بدايه البرنامج تكلمت مع رئيس اتحاد بلعباس هو ايضا سي لهنان يقول بانه اعاني الامرين الارصده مغلقه واعاني من مشاكل واتحدى كل شيء. طبعا كان المفروض ان اتصل بهاتفيا لكن اتمنى ايضا انه يحضر معنا هنا في البلاطو لنتحدث بكل شفافيه عما يحدث ونفتح ملف اتحاد بلعباس. ولو اذ تمكن من الاتصال بهاتفيا رضوان بعد اللحظات سنمنح له الكلمه. سعمر بهلول هاي الاجازات الخمسه اللي كنا نتحدث عليها فريق مثل اتحاد بلعباس يقول في كره القدم شيء سهل، افضل استقدام انك تحافظ على اللاعبين، احنا ما نحافظوا ونحوسوا على الاستقدامات. الا تفكرون في عقود طويله الامد للاعبين مثلا 3-4 سنوات للاعبين؟ لانه الان كل واحد يستغل عامين فقط وبعد ذلك يبقى تجوال صح هذا التعبير بين اللاعبين واللاعب غير محمي والمدرب غير محمي والرئيس لا ندري ماذا نقول. طبعا هو ليس كل فرق اغلبيتها هذه تسير بالاوهام، لان في البدايه نوهم اللاعب نحط له الجنه ونخليه حتى هو يجيب الثقه هذيك، بصح في الحقيقة أن النادي هذه ما عندوش رؤية فيما يخص التسيير المالي في النادي تاعو حتى نصبحوا في هذه. هذا فرق مثل الجزائر يا سي عمار، مثل الجزائر فاز ب4-0 قادر يخسر ب5-0 يضيع حل المدينة لأسباب لا أدري كيف أسميها. بالعباس حتى 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 الفيدرالية نهار اللي سدت الواحد من عانات منهم كان التزام باش يدفعوا الفيدرالية المبلغ هذاك اللي دارته الفيدرالية ولقينا مشكل كبير ما التزموش بالعهود. انا قلت لك هذا يرجع الى المسيرين والمسؤول الاول على هذا النادي باش ما يروحش الطريقه هذه اللي تخلي درك كما قلت 4 شهور هذا ما ولات فاميلا هذا من 4 شهور و6 شهور كون طاح فيه وحيد اخرين او شهرين ويبدا بعد يعمل الوحده تاعو. هذه نجم نقولوا احنا درك نموذج من طبعا معنا رئيس الهناني رغم انه لم يتبقى من وقت البرنامج الا القليل جدا. سهناني سؤال واضح وبسيط، انصار اتحاد بلعباس يقولون بكل بساطة أين نحن ذاهبون؟ احنا هنا في البلاطو تأسفنا ولم نفهم ما يحدث لفريق بحجم اتحاد بلعباس هكذا قبل سفر إفريقيا. ألو أهلا سهناني، مرحبا. مرحبا بك يا سي كريم، تحية لمشاهدي. مرحبا بك أنا ومرحبا بك. تفضل سي هناني، طرحت انا سؤال واضح ومباشر فقط اجابه لانصار اتحاد بلعباس، بعد ذلك ندعوك لتكون معنا هنا في البلاطو لنتحدث بالتفصيل. اي مستقبل ينتظر اتحاد بلعباس؟ لان ما استمعنا اليه من تصريحات امر غير معقول تماما. شوف الله يخليك نبدا بالبدايه. الو نعم تفضل، نحن في استماع سي هناني. شوف انا راني في مده شهرين وعشرين يوم هاك ملي جيت للفريق، الفريق في البدايه كان الحاج حسناوي هو اللي كان كان رئيس الفريق، هو اللي دار لونجاجمون ودار ريكريتمون ودار تو سا، ومن بعد جات واحد صحيه راح في فرنسا. انا اخذت الفريق بخمس نقط. السي الهناني استمعت وشرحت لي منذ لحظات في الهاتف، نحن في نهاية البرنامج فقط أريد الحل، بعد ذلك إن شاء الله نستضيفك هنا في البلاطو ونتحدث عن كل التفاصيل. ما هو الحل في هذا الوضع يا سي الهناني؟ سمعت بأنك تريد الاستقالة. أموال لاعبين مشكورين ما راهمش خالصين، وقفوا معنا حتى لهذا الشيء الله غالب، عندهم عائلات وعندهم وأنا نحسن عونهم. وصلني خبر سي هناني انك قررت الاستقاله، هذا الخبر صحيح؟ قررت الاستقاله بسبب تؤكد الخبر تؤكد الخبر نجبد الاموال وانا انا اللي راني مد المنح وانا اللي تكلف بالسفريه لليبيريا بالعباس رابحه بربع اهداف على صفر في بالعباس وبعض المراسلين اللي عندهم اغراض شخصيه يسبوا فينا. سي الهناني رسالة واضحة، رسالة واضحة، وعد لأنصار اتحاد بلعباس، نستضيفك في هذا البرنامج ونفتح هذا الملف لأنه بلعباس كبيرة برجالها بأبنائها وتاريخها، لا يجب أن تضيع هكذا في مثل هذه الأشياء. لم يتبقى مني الكثير من الوقت، مرة هكذا بسرعة. نعم 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 سي الهناني نعم. اسمح لي. نعم تفضل. هو اللي راه وعدنا إن شاء الله. ها؟ من يدخل الفريق من ليبيريا ان شاء الله
لاعبين غادي يتقراو كاع ان شاء الله شهرين شهرين. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك سيدي هناني، ونتمنى حظ اوفر لاتحاد بلعباس. وصلنا الى نهايه هذا البرنامج. تم تنصيب لجنه خاصه بالكاس ايضا. طبعا سي قداح وسي ممار مع بن مجبر وكذلك فرقاني رئيس رابطه ولايه بليده. والقرعه يوم 9 جانفي. القرعه طبعا 9 وطبعا 16 دور 32 و 8 29 دور 16 ديسمبر. طبعا في سؤال انصر اتحاد انصر بالوزداد يتساءلون بخصوص ثلاث نقاط، وماذا سيفعل المكتب الفيدرالي؟ لا، المكتب الفيدرالي صحيح ان رئيس الرابطه المحترفه في الجدول الامال تاعو طرح قال باللي كاين طلب من طرف باب الشباب بالكره تاع ثاني نقاط. احنا ما كانش محطوطه في جدول تاع المكتب الفيدرالي، ولذلك بقات الى اجل غير مسمى. طبعا عبد الله اعتذر منك كثيرا اليوم، لم امنحك الكلمه كثيرا لانه الماده كانت هكذا والوقت مر بسرعه. حسين كنت سعيد جدا بتواجدك معي، واتمنى ان تكون حاضر معنا في اعداد اخرى. شكرا لك كثيرا الحضور. شكرا لك عبد النور. نعم سر بركه، لماذا قاسمي قال لي سلم لي ياسر على الشباب؟ هذه مول في روح القنوات ما يقوليش، ورغم يقدر عمل الصحفي، لماذا خصوصا انت؟ تحياتي لقاسمي، واحد من الاشخاص المتميزين في المكتب الفيدرالي. حكيم الدن ايضا اللي نحيي المناسبه، وكرم الاعضاء المكتب الفيدرالي. كريم، كان بنت مقبله على عمليه جراحيه، نتمنى لها الشفاء، هي الرقيه العيش ان شاء الله. يلا حسين بسرعه. يعني نشكرك كريم، انا يعني سعدت يعني بالاستضافه تاعك، وكي كنت معاك ومع الشيخ الله يبارك والشيخ كريبازا. يعني على المشكل تاع ديك كارتشيفا يعني اللي هضرت عليها، يعني هذا يعني مشكل كان شخصي بين انا واحد، يعني مش الفرق، يعني الفرق كلهم باش ما رسالتك واضحه. نعرف نعرف انها وصلت. شكرا لكم سادتي على هذه الجلسه التي كانت طيبه وممتعه. تحياتي ان شاء الله في القرعه، ان شاء الله ان شاء الله نلتقي ونعيش لحظات مميزه. الشكر موصول لكل عمال الاستوديو رقم واحد بقياده المخرج حاج احمد الضوان، بمساعده بلال بوعاصم، ولكل عمال الاستوديو رقم واحد للزميلين العزيزين محمد شوماني وليلى بن فرحات ومحمد طوزان ايضا الذين تعبوا معي كثيرا في اعداد هذا البرنامج. شكرا والى الملتقى.